وأظهر مقطع فيديو نشره موقع إخباري إسرائيلي مختص في رصد الانتهاكات الإسرائيلية مهاجمة مستوطن مقنع لمتطوع يهودي متضامنا مع مزارعين فلسطينيين. وبحسب الموقع الإخباري فقد تعرض أحد أعضاء حركة حخامات من أجل حقوق الإنسان لهجوم على يد أحد المستوطنين المتطرفين بالقرب من مستوطنة جيدونيم الواقع على أراضي قرية عورتا الفلسطينية جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.